مرحبا، بهيدا الفيديو رح خبركن كيف ممكن نساعد ولادنا يعتمدوا على نفسهم ليحلوا مشاكلهم. هيدا النشاط للولاد يلي بتتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنين لتحسين قدرتهم على حل المشاكل. هيدا المهارة تشمل جميع مجالات نمو الطفل، الاجتماعية، الإبداعية، الجسدية، المعرفية والعاطفية. بهيدا النشاط نحن بحاجة لقائمة تتضمن عدة أغراض مثل شي وسخ، شي مكسور، شي زهري، شي طري. نعطي الولد هيدي اللايحة ومنعير له وقت محدد مثلاً 10 دقايق ومنطلب منه يجمع هول الغراض بخلال الوقت المحدد. هون الولد رح يضطر يستعمل قدراته الذهنية ليفكر بحل سريع يساعده على تجميع أكبر عدد منهم وإذا بيقدر كلهم. مثلاً في دور ورا الطاولة، يعربش على الكرسي ليطال شي، يخلط الألوان إذا شي ملون أو يفتش بالبراد. بمجرد انتهاء الوقت بيجيب الولد الغراض يلي جمعها وبيشرح كيف طابق الغراض مع القائمة. مثل ما ذكرنا قبل، هذا النشاط بيطور مرونة التفكير عند الطفل، مثل تكيف مع المواقف الجديدة، تعلم من الأخطاء، التعامل مع المتغيرات الروتينية وتعلم أمور جديدة. من هذا المنطلق رح نكفي النشاط بأنه نطلب من الولد يفكر من خلال الغراض يلي جمعها باستعمالات جديدة لإلها غير الاستعمال العادي. يعني مثلاً إذا انطلب منه يدور على شي لونه زهر والولد جاب تنورة زهر، في قلنا أنه ممكن نستعملها للتشجيع أو كطرحة، وهيك منكرر هيدا اللعبة من خلال كل الغراض يلي جمعها. هيدا النشاط بمرن قدرات الولد الذهنية وبيساعده أكاديمياً. يعني فرضاً إذا عنا هيدا المسألة، منطلب من الولد يجرب يلاقي طريقة ليحلها، وإذا ما عرف منجزئ هيدا المسألة ومنطلب منه يرسم كل جملة قراها لنتأكد من أنه فهم هيدا الجزء وعم بيحلل صح. وتحت كل صورة لازم يكتب العملية الحسابية المناسبة، وبالأخير بيعطي جواب للسؤال الأساسي يلي انطرح بالمسألة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهيدا الفيديو. انطرونا بغير فيديوهات وغير نشاطات.